وصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والسيدة قرينته إلى مطار القاهرة في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن الملكة منذ بدء جائحة كورونا. هذا وقد استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والسيدة قرينته. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بولي العهد البريطاني في زيارته لمصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى جلالة الملكة إليزابيث، ومعربا عن التطلع لأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذا في الاعتبار ما تمثله دوما الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لكل من مصر وبريطانيا. من جانبه أعرب الأمير تشارلز عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها في مصر، ناقلاً إلى السيد الرئيس تحيات الملكة إليزابيث، ومؤكداً سعادته بالتواجد في مصر مجدداً وحرصه على زيارتها، وذلك في ضوء خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين.